تونسي ومقيم بالخارج وتحب تسجل الانتخابات التشريعية والرئاسية 2019، تنجم تستظهر بطاقة تعريفك الوطنية ولا بجواز سفر في مكاتب التسجيل داخل الجمهورية التونسية أو بمكاتب التسجيل التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالخارج والمتواجدة بمقرات بعثاتنا الدبلوماسية، أو تسجل على موقع الويب www.twensa.easy.tn. سبق وسجلت في انتخابات 2014 ولا 2018 وتحب تثبت إذا اسمك موجود في قائمة الناخبين وتثبت في مركز الاقتراع اللي باش تصوت فيه، تنجم تزور موقع الويب www.twensa.easy.tn ولا تتصل بمكاتب التسجيل التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالخارج. وإذا تحب تبدل مركز الاقتراع ولا الدائرة الانتخابية اللي باش تصوت فيها، لازمك تستظهر بأي وثيقة تثبت عنوان إقامتك. للتعرف على الوثائق المطلوبة وللمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الويب easy.tn أو صفحة الهيئة على الفيسبوك. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، انتخابات 2019.